كبيره هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره. كل طبعا اعضاء الجمعيه العموميه سعيده بهذا الفوز، فوز رائع وفوز مميز. وزي ما بنقول كانت مباراه الزمالك من ايام قليله وفي فرحه كانت كبيره هنا، ثم مباراه المصري اليوم فرحه كبيره جدا كمان. قول لي النهارده الفرحه بالنسبه لك، شايف النادي الاهلي النهارده حقق بطوله مهمه 2018 باديه بطوله جديده بطوله السوبر، شايف النهارده الفوز على المصري ازاي؟ هو ده احلى فوز والله، كبير قوي والحمد لله، يعني اول فرحه في السنه الجديده والحمد لله، يعني ربنا تابع على خير ان شاء الله. قول لي النهارده ايه اللي لفت في المباراه النهارده؟ الجمهور، نفس الجمهور يعني يرجع تاني ان شاء الله باذن الله. قول لي حابب اللعيبه كابتن حسام، كل اللعيبه حابب تقول لهم ايه؟ الف مبروك على الفوز وعقبال الدوري كده ان شاء الله وافريقيا باذن الله. قول لي النهارده حابب تقول لي للعيبه والجهاز والكابتن حسام البدري، شفت المباراه النهارده ازاي؟ الف مبروك، والنهارده كانوا بيلعبوا حلو والفريقتين كانوا كويسين، بس الاستحواذ كان الاهلي، وان شاء الله الفوز دايما للاهلي، وان شاء الله كاس جديد ودوري احسن. قول لي النهارده مين اللاعب اللي لفت نظرك النهارده وكان مؤثر جدا؟ ايمن اشرف، كان في مركزه كويس وكان شايط حلو وكان بيلعب بجديه. قول لي حابب تقول للعيبه؟ الف مبروك وان شاء الله مباريات جديده وفوز جديد ان شاء الله دايما. مستمرين معاكم وفرحه كبيره زي ما بنقول، اعضاء الجمعيه العموميه بيتوافدوا طبعا هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره. قول لي النهارده حابه تقولي ايه النهارده بالنسبه للمباراه والفرحه بالنسبه لك؟ فرحه فظيعه جدا، قول مبروك للاهلي، احنا بنحب الاهلي جدا وبنت اهلاويه قوي. قولي حاجه يا سلمى الاهلي، تقولي ايه الاهلي؟ قولي عايزه تقولي ايه للنادي الاهلي؟ قولي ايه؟ بتحبي ايه؟ بنحب النادي الاهلي جدا. يلا بيب بيب. لا هي بتحب الاهلي جدا، الف مبروك، الف الف مبروك للاهلي. الف طبعا فرحه كبيره وفرحه مهمه بالنسبه للجمعيه العموميه النادي الاهلي. اكيد ده مستمرين معاك يا كابتن فاروق، لقاءات خاصه هنا مع اعضاء الجمعيه العموميه بعد الفوز على فريق المصري. كنا طمعانين في اهداف اكتر من كده، لكن الحمد لله طبعا اهم حاجه ان احنا نرجع بالكاس منه. تقول لي النهارده المباراه بالنسبه لك ايه، وشايف الفرحه النهارده واعضاء الجمعيه العموميه كانوا سعداء جدا النهارده بالمباراه؟ طبعا فرحه كبيره جدا في النادي او لكل فرحه لكل اهلاويه، بقول لهم مبروك. هو ماتش كان جميل واداء كان جميل جدا، ويعني من اجمل اللعيبه اللي هم لفت نظري بجد استاذ وليد ازارو، من اللعيبه اللي دايما بتلفت نظري في الاهلي. طبعا اللعيبه كلهم كانوا رجاله ولعبوا لعب جميل جدا، فبقول لكل اهلاويه مبروك، يعني فرحه كبيره جدا وان شاء الله في فرحه جايه. يعني شايف اللعيبه النهارده كانت رجاله من اول دقيقه لاخر دقيقه، الفوز اتاخر شويه لكن الحمد لله ان احنا كسبنا. هو يمكن اتاخرنا طبعا، يعني تاخر كبير، لكن الاداء كارتو كان كويس جدا، والاهلاويه لعبوا وعملوا عليه الحمد لله، كنا نفسنا في جوال اكتر، ولكن برضه شيء جميل يعني ان شاء الله يبقى احسن كمان المباراه الجايه. قولي لي النهارده حابه تقولي ايه لفريق النادي الاهلي بعد الفوز، وحابه تقولي لمجلس الاداره واعضاء الجمعيه العموميه بعد الفوز النهارده؟ للاهلي بس، مبروك للاهلي. شايف الفرحه مع اعضاء النادي وانتوا بتتفرجوا على الماتش ده بيمثلكوا ايه كعضو في النادي الاهلي؟ لا فرحانين جدا مع بعض بصراحه، جدا جدا النهارده، متشكره جدا. اكيد مستمرين معاكم فرحه كبيره هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، فرحه فعلا فرحه مهمه جدا. 2018 زي ما بنقول بدات ببطوله السوبر، وكانت باديه بايام قليله بفوز الاهلي على نادي الزمالك. مستمرين معاكم كل اعضاء الجمعيه العموميه ولقاءات خاصه هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره. منطقه ال 18 كلها بشكرك يا كريم والف مبروك.